مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجكم بعد الصافره، معي انا عبيد نفاء. ميسي برشلونه وبرشلونه ميسي، هاي الجمله اللي تعودنا نسمعها خلال السنوات الماضيه، ولكن يبدو ان العلاقه بين الطرفين بلشت تشهد بعض الاضطرابات والمشاكل بعد خساره برشلونه للقب الدوري الاسباني لصالح ريال مدريد مؤخرا. ميسي اطلق تصريحات بعد مباراه اوساسونا اللي خسرها برشلونه على أرضية ملعب كامب نو بالجولة قبل الأخيرة واللي حسم فيها ريال مدريد الدوري، قال فيها ما يلي: تصريحات نجم الأرجنتيني ما وقفت هون، لأنه أضاف وقال: وطبعا بعد هاي التصريحات طلع بالتصريح الأشهر واللي انتشر بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام، واللي قال فيه انه برشلونة اذا لعب بهذا المستوى امام نابولي بدور الابطال فلن ينجح بتجاوز عقبة الفريق الايطالي بعد ما فشل امام ليفربول وروما بالسنوات الماضية. هاي التصريحات طبعا دقت ناقوس الخطر عند الجميع، وبدأ البعض يتحدث عن إمكانية رحيل ميسي عن برشلونة، وطبعا هاي التصريحات اللي نفاها رئيس نادي برشلونة وأكد أنه ميسي باقي مع الفريق. ولكن بحقيقة الأمر، هل فعلا سيرحل ميسي عن برشلونة؟ وهل هذا الشيء ممكن؟ خلينا بالبداية نتفق أنه رحيل ميسي عن برشلونة سيكون الصفعة الأقوى لأي إدارة. البعض ممكن يتحدث عن رحيل فيجو من برشلونة إلى ريال مدريد تحت إدارة إخوان غاسبار، والغضب اللي شهدته إدارة ذلك الرجل من جانب جماهير برشلونة، ولكن قضية فيجو ستكون نقطة ببحر رحيل ميسي عن برشلونة، لأنه الإدارة رح تواجه جحيم من الغضب من جانب جماهير الفريق الكتالوني، وبالتالي عندما يتحدث ميسي يجب أن يصغي رئيس مجلس إدارة برشلونة، ويجب أن تصغي إدارة برشلونة، ويجب أن تتخذ الخطوات اللازمة لإرضاء نجم الفريق الأول، مش بس لأنه ميسي نجم الفريق الأول، لأنه ميسي أولا قائد الفريق، وثانيا هو اللاعب الذي صنع أو ساهم بنسبة كبيرة بصناعة تاريخ برشلونة وأمجاد برشلونة. برشلونة قبل ميسي أوروبيا كان عنده لقب واحد، يوم عنده 5 ألقاب. برشلونة مع ميسي حقق ألقاب لا تعد ولا تحصى، وتحول من فريق ربما يحقق لقب في موسم على مستوى كأس إسبانيا مثلا أو لا يحقق ألقاب حتى، ويكون ربما يعني بحالة رضا بحال أنه حقق المركز الثاني بالدوري أو وصل إلى نصف نهائي تشامبيونز ليج، إلى فريق لا يرضى بأقل من التتويج بالألقاب كل موسم المحلية والأوروبية. لذلك لما ميسي بيقول كلمة لازم الجميع يسمع وينفذ. طبعا هذا لا يعني أنه رأي ميسي هو اللي بيمشي، ولكن يجب أن يعامل ميسي بجدية، ومطالبه يجب أن تعامل بجدية في برشلونة. طيب، هل سيكون مشوار برشلونة بدوري أبطال أوروبا هو الحاسم وهو كلمة الفصل ببقاء ميسي أو رحيله عن الفريق الكتالوني؟ ربما يلعب هذا الموضوع دور كبير. ليش؟ لأنه ميسي حاليا ينظر إلى مشروع رياضي في برشلونة، يريد أن يرى مشروعا رياضيا مدروسا مثمرا يحقق له الألقاب قبل الاعتزال، لأنه ميسي أيامه وسنواته في كرة القدم باتت معدودة، لذلك فهو يريد تحقيق لقب الأبطال قبل ما يعتزل. ولأجل هذا الهدف يجب اتخاذ خطوات حقيقية ملموسة من جانب إدارة برشلونة، تبدأ باللاعبين وتنتهي بالجهاز الفني وربما حتى بهيكل الإدارة نفسها. وبالتالي خسارة برشلونة أمام نابولي أو ربما تجاوز نابولي وعدم القدرة على الوصول على الأقل لنهائي دوري أبطال أوروبا سيكون أمر محبط جدا بالنسبة لبرشلونة، سيكون أمر محبط جدا بالنسبة لميسي، وبالتالي السنة الأخيرة لإدارة بارتوميو ستكون عاصفة بكل المقاييس في برشلونة. يعني رح يواجه غضب حياته ما واجهه، ورح يواجه مشكلة حياته ما واجهها، لذلك رح تكون سنة عصيبة جدا على برشلونة بحال الخروج من الموسم الحالي بلا ألقاب. وتخيل معي أنه برشلونة لن يلعب السوبر الإسباني حتى خلال الموسم القادم. لذلك ومع هاي المعطيات كلياتها، اليوم برشلونة بذكرنا بالمرحلة اللي كان فيها
ببداية القرن الحالي، ولكن مع فرق بسيط انه عندك اليوم لاعب اسمه ليونيل ميسي قادر انه يقود المنظومة، قادر انه يعمل لك الفرق، قادر انه يقود الفريق فنيا داخل أرضية الملعب، وهو الشيء اللي كان مفتقده برشلونة قبل 2004 او قبل 2005 مع قدوم رونالدينيو. هذا طبعا الجانب الإيجابي بالوقت الحالي، ولكن الجانب السلبي هو عدم وجود مشروع مشابه لمشروع لابورتا وروسل بذلك الوقت. فهل فعلا يكون في رئيس نادي جديد أو إدارة جديدة للفريق عند هذا المشروع الرياضي وليس المالي أو الاقتصادي اللي قادر يرجع برشلونة لموقعه الطبيعي؟ هذا سؤال يعني جوابه ممكن يكون حاليا مبهم، ولكن رح نعرف إجابته بالأيام المقبلة. برشلونة حاليا أمام خيارين لا ثالث لهما، فأما بدء مرحلة الإحلال والتجديد بالفريق فورا، وبالتالي الاستغناء عن بعض اللاعبين وجهاز فني جديد ورؤية جديدة ونظرة جديدة للمستقبل، ويكون فعلا في إيمان بمشروع رياضي حقيقي ببرشلونة سيثمر بعد 3 أو 4 مواسم، أو الاستسهال والاستعجال وبالتالي المصير سيكون مشابه لمصير مانشستر يونايتد ما بعد فيرغسون أو أرسنال خلال الفترة الحالية. وبناء على ذلك لنرجع للسؤال الأساسي بحلقتنا لليوم، هل فعلا سيرحل ميسي عن برشلونة؟ بالوقت الحالي لن يرحل، على ما يبدو أنه لن يرحل، ولكن جواب هذا السؤال قد يتغير مع مشوار برشلونة في دور الأبطال، وقد يتغير مع تصرفات إدارة بارتوميو والخطوات التي ستتخذها لإرضاء النجم الأرجنتيني ولإرضاء طموحاته قبل الاعتزال. هذا كان كل شيء بحلقة اليوم من بعد الصافرة، إلى أن نلتقي الأربعاء المقبل، كونوا بألف خير.